هذه البطولة وهذا النشاط والفعالية وزارة الشباب والرياضة هي كانت راعية من البداية لهذا النشاط، مذللة لكل العقبات اللي وقفت أمامه من أجل أن يكون هناك انطلاقة أقوى مما كانت الانطلاقة الأولى. هذا الانطلاقة الثانية، ولدينا طموح وتخطيط العام القادم يكون بنشاط أكبر. لدينا تخطيط مع الجهة الراعية بأن يكون هو عبارة عن نشاط عالمي وإقليمي، ليس نشاط محلي فقط. إن شاء الله نحن نعد العدة بأنه نفتح أبواب الموصدة أمام العقول العراقية والشباب العراقي المبدع في كل مجال من ضمن هذه المجالات. إن شاء الله سيكون لدينا بصمة قادمة أقوى من هذه البصمة في قادم الأيام على مستوى كل محافظة العراق وليست محافظة واحدة فقط. البطولة الوطنية للروبوت الثانية في العراق نسختها الثانية، هذه البطولة تعتبر مؤهلة إلى البطولة العربية للروبوت 13، وراح يكون أول تمثيل عراقي في هذه البطولة العربية. حقيقة هذه البطولة جدا مهمة للشارع العراقي ولتعريفه للعالم بهاي الايجابيه بالشباب اللي موجودين هنا بطاقاتهم الابداعيه التكنولوجيه. احنا نريد نبرز هاي الطاقات الى العالم كله، نقول لهم احنا موجودين وحاضرين تكنولوجيا. طبعا بعض المسابقات اللي عندنا هنا موجوده ذات فائده جدا كبيره، وعندها مسابقه ابتكار اللي هي بيها فائده سواء كان مجتمعيه بالشارع في معمل مصنع معين يستفاد من عنده، ممكن انه تفيد محافظاتنا المتضرره. يكون فد مشروع ابتكاري، روبوت ابتكاري انه يفيد هذه المجتمعات او تفيد محافظاتنا العزيزه حقيقه. وتعرف احنا بعد عراقنا بعدنا خلينا نقول مبتدئين بهاي التكنولوجيا، فممكن انه نستفاد نهيئ هاي شبابنا حتى يوظفون طاقاتهم الإبداعية في فائدة المواطن. حصلنا على نتائج كبيرة من خلال مشاركات كبيرة من أغلب محافظات العراق في هذا الحدث الفاعل وهذا الحدث نقول هذا الحدث الجبار، لأنه هذا الحدث يصنع المستقبل. وإن شاء الله الفائز في هذه البطولة سوف يشارك في البطولة التي سوف تعقد وتقام في مصر. الحمد لله واشكر، يسعدني أنه أقول أنه من المناطق المحررة واللي هي موصل الحدباء، موصل الحبيبة. هناك فريق شارك وفريق كبير شارك في هذه البطولة، ونطمح أنه يوصل إلى النهائيات، وهذا يسعدنا لأنه بالحقيقة لاحظنا أنه أداء جيد وأداء ممتاز، وهذا يعني أنه لابد وأنه الحياة تستمر، ولابد لأن لموصل الحبيبة أن تحيا وتعيش. فرصة جميلة بأن يشارك وفد محافظة نينوى المتمثل بفرق روبوتس، فرق أوبتيمايتك، مدارس المهندسين الأهلية الموصل، خوض المنافسات في البطولة القطرية الوطنية للروبوتس. ونتمنى أيضا من الجهات القائمة والمسؤولين في محافظة نينوى أن يهتموا بهذه التظاهرات وأن تقام في محافظة نينوى أسوة بباقي محافظاتنا الحبيبة. فرق المشاركة محافظة نينوى الممثلة لمحافظة نينوى هي فريق الابتدائية أوبتيمايتك، مدارس المهندسين الأهلية، مشاركين في السومو مبتدئ بروبوت اي في 3 ليجو مايند ستورم. وبالنسبة للفريق الثاني هو فريق المتوسطة وهو مشارك أيضا في السومو لكن مرحلة متقدمة. وبالنسبة للفريق الثالث هو من المرحلة الإعدادية ومشارك في متتبع الخط في المستوى المتقدم. نتمنى الدعم خاصة في الموصل والجانب الأيمن، الأطفال الجانب الأيمن. فكرة هذه المسابقة ومشاركة بهذه المسابقة كان في الأساس في سبيل أنه نقدم واجهة أو نقدم فكرة جيدة عن محافظة نينوى بأنه إمكانيات الأطفال، إمكانيات الشباب، المواهب الموجودة عندهم، حاولنا أنه نوصل هاي الصورة. فأكيد نتمنى هذا الدعم، لأن لو دعمت صح الشباب الموصل وأطفال الموصل راح نشوفهم إن شاء الله بمكانات متقدمة جدا. نحن من الموصل إن شاء الله راح نكون من الموصل، صنعنا نكون يعني روبوت كامل مكمل إن شاء الله، وجينا على مود بغداد لعالم حتى نفوز ثاني روبوتات، يعني عالم روبوتات ثاني مرة يعني تصيغ هالحفلة الكريمة. ثاني مرة نروح وأنه صنع الروبوت، يتكون الروبوت من يعني ألتراسونيك، أردوينو، أج درايف،
يتكون من إتش درايف، يتكون من آي آر سنسر، يتكون من متحسس ومعالجة، ويتكون من تنفيذ. المتحسس مثل الآي آر سنسر وألتراسونيك، والتنفيذ مثل الماتورات.